موضوع اليوم هو حول اللي صار بأربعينية الحسين. برجع بكرر مرة تانية وعاشرة، اليوم هذا اللايف غير موجه للشيعة ولا هو ضد المذهب الشيعي، وهذا الشيء رح تشوفوه هلأ بالحلقة، رح تعرفوا موجه ضد مين تحديداً. فاليوم أنا أؤمن أنه أنت إلك حرية المعتقد، إن شاء الله تؤمن بالحجر، فهذا الشيء بيرجع لإلك، أنت بتتحاسب عليه، في علاقة بينك وبين ربك، أنا ما بتحاسب عليا ولا إلي شغل فيها حتى. فرح ورجيكم اليوم شيء عرضته قبل سنة إذا بتتذكروا، حول الوحدة اللي عم تعملها الكنائس، الوحدة اللي عم ينادوا فيها بشكل عام، السلام العالمي الجديد اللي عم يطرحوا الكهنة والشيوخ وغيرها، الدين الجديد اللي سمعتوا عنه إذا سمعتوا عنه، هذا الدين شو ممكن يكون شكله، على شو قائم. فرح نبلش سوا ورجيكم خطوة خطوة. من قبل سنة لما حطيت لكم فيديو وتهجموا علي كتار على هالفيديو وانه لا وانتو مدعومين وانتو ما بعرف مين عاطيكم لشق الكنيسة، وكانت الفكرة عم نقلهم يا جماعة راجعوا الكتاب المقدس شوفوا النبوءات المزمع عقدة، ولكن طبعا لا حياة لمن تنادي، لانه الشباب خلاص شلون بيجيون الأوامر هيك بيصدر منهم بدون أي تفكير. اليوم بدي أدعو الكل لحتى يفكروا، لحتى يدققوا باللي عم بصير. قبل سنة حطيت هذا الفيديو، هذا الفيديو لميرنا الصوفانية، خليني نشوف مع بعض سوا، إن شاء الله يكون الصوت مزبوط. وحدة الكنيسة بتنطلق من البيت، وحدة الكنيسة بتنطلق من العيلة، شان هيك العذراء بتقول أنتم ستعلمون الأجيال كلمة الوحدة والمحبة والإيمان. أطلب منكم الوحدة، أطلب منكم الوحدة، أنتم كنيستي وقلبكم ملك لي إلا إذا هذا القلب امتلك إلها غيره. تتذكروا هذا اللايف اللي عملته من حوالي سنة، عرضت فيه هذا الفيديو لميرنا الأخرس أو ميرنا الصوفانية، هي امرأة دمشقية بتظهر عليها العذراء كما تقول هي والأب الياس زحلاوي وبعض الأباء الكهنة اللي داعمين هي الظاهرة. هون بهذا الفيديو قالت جملة واضحة معناتها، برح أرجع عيدها مرة تانية مشان تسمعوها، قالت بتقلكن العذراء أنه هذا القلب لوبنا يعني ملك لي، العذراء عم تقول هذا القلب ملك لي ما لم يملك عليه إله غيري. أنه أساساً هل العذراء هي إله وأي إله تاني بده ممكن يملك معه؟ فخلينا نسمعها مرة تانية. أطلب منكم الوحدة، أنتم كنيستي وقلبكم ملك لي إلا إذا هذا القلب امتلك إلها غيري. فاليوم هي اللي مثلا على سبيل المثال حكينا عنها، هي كانت عن اللي عم تحكي عن الوحدة. وهون طبعا في كتير اليوم اللي عم يتابعوني هن مؤيدين لهي الوحدة بالمطلق، خلاص كل شيء بيقولوا لهم قالت العذراء وقال المسيح فبيقولوا لهم آمين بدون تدقيق بهذا الكلام. فهون قالت هيك، دخلت وقتها إذا بتتذكروا على التعليقات سيدة ميرنا الصوفانية اللي بكن لها كل محبة على فكرة، وبتمنى هذا اللايف تشوفه لحتى تعرف هي هذا الشيء اللي عم تعمله بدون إدراك، أنا متأكدة أنه هي بدون إدراك وين رايح وشو نتيجته الحتمية، وهي يعني أي مشروع عم تنفذ بالضبط. فهي الوحدة اللي قالت عنا دخلت وقت أميرنا وقال عفوا هي زلة لسان بتكون، لا أكيد أنا ولا مرة بقول العذراء هي إله وتملك على قلوبنا وبدل إله آخر. فهيك بررت وقت أميرنا الصوفانية علما أنه ميرنا امرأة بتحكي بحكمة وبتروي وشوي شوي، وهذا كله محضر يعني، هون يمكن مدعوة كانت لمؤتمر برا وقالت هي الجملة اللي بتوحي هي الوحدة تحت أي إله رح تكون. رح نروح سوا للأب الياس زحلاوي كمان بكن له كل المحبة، خلينا نسمع سوا شو عم يقول وأي نوع من الوحدة، لأنه في مسيحيين شو بيشوفوا بيقولوا أي وين الغلط، عم يطلبوا وحدة روم وكاثوليك وسريان وأرمن وإلى آخره، عم يطلبوا بوحدة الكنيسة. خلينا نسمع سوا
الأب إلياس شو بيقول؟ وتفاجأنا مساء 26 تشرين الثاني عام 87 برسالة من يسوع طويلة فيها هالجملة: اذهبي وبشري في العالم أجمع وقولي بلا خوف أن يعملوا من أجل الوحدة. قول يسوع قال برسالة، قال يسوع قال اذهبي وبشري ليعملوا من أجل الوحدة. يعني هو نفسه المسيح بالكتاب المقدس اللي قالنا ما أتيت لألقي سلاما بل سيفا، جئت لأفصل الكنة عن حماتها والأب عن ابنه. يعني هو نفسه هلأ جاي بآخر الأزمنة يغير كلام الكتاب ويقول لا بدي أكون تتوحدوا كلكم. بالنسبة للوحدة الإنجيل كان واضح وربنا واضح لما قال سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطي أنا. فهون كان واضح أنه في سلام آخر على الأرض رح يتقدم لنا بطريقة أخرى. انتبهوا، هذا السلام مو سلام المسيح، لأنه ليس كما يعطي العالم، لا يوجد سلام أساساً على الأرض. هي الأرض من وقت اللي تكونت، وقت اللي نزل عليها آدم وتم لعن الأرض كلها لغاية اليوم ما في سلام عليها. فإذا رح يصير سلام هو سلام مزيف، هيك الكتاب بيقلنا. خلنا نكمل مع الأب إلياس زحلاوي. أحبوا بعضكم بعضاً ولا تعاملوا أحداً بسوء. هي على أساس أنه رسالة من العذراء هيك بتقول أحبوا بعضكم بعضا ولا تعاملوا أحدا بسوء. لا تعاملوا أحدا بسوء، عم الطالب بالمحبة الشاملة. ورجتنا المحبة لوين تصل؟ وقت إن كان الشفاء في سوفانية لأول امرأة مثل. فعم الطالب بالمحبة الشاملة ولمح أنه الشفاء للامرأة كان أول شفاء صار لامرأة مسلمة. فهون بتبلش بقى الرسائل المبطنة اللي بدهم يوصلوها. إذن المحبة الشاملة ما تفتكروا مسيحيين بس، لا لا لا، لازم تشمل الكل على وفق الدعوة اللي عم تدعيها ميرنا الصوفانية والأب الياس زحلاوي. أول شفاء لامرأة مسلمة. أبنائي كلكم أولادي مسيحيين ومسلمين. عدرا بدها تقول كلكم أولادي مسيحيين ومسلمين. المسلمين أخوات الرب يسوع، يعني مو بس نحن أخوة الرب، لا لا، والمسلمين كمان. هاي الدعوة اللي هلأ عم يدعوا عليها، بلش المذهب الكاثوليكي يدعي إنه الخلاص مو بس بالمسيح يا جماعة، أنت بأعمالك بتخلص. فهدول كلهم شبكة واحدة وفكر واحد، ولكن كل مين بيعبر بطريقة وفق الطائفة اللي بينتمي لها. يعني الكاثوليك عادة بيكونوا أوضح بالتعبير من الأرثوذكس. من الرسائل اللي قالته العذراء على صعيد لملمت الأولاد وقت قالت مساء 24 أدار عام 83 أنتم ستعلمون الأجيال كلمة الوحدة والمحبة والإيمان، اجتمعوا لا تتفرقوا مثل تفريق الكبار، اجتمعوا. هاي برأي الأب الياس الشيء اللي عم تطلبه العذراء، اجتمعوا كلكم مو بس انتو كمسيحية، ولادي مسيحية واسلام. طبعا اليوم الاسلام اللي عم يحضرونا بدي لكم شيء، المسيح طبعا هو للكل، اوكي، واكيد الشفاء حتى مسلم اذا بيصلي وبيركع وبيطلب باسم يسوع المسيح انا متأكدة ما بينرد له طلب. ولكن هون في رسائل أخرى عم تتوجه مشان ما حدا يفهمني غلط ويقولوا ليه ما بدك إسلام أو شيء. لا لا، أنا فقط مع إنه كل إنسان يحترم دينه. الخليط هذا الشزمز اللي بيعملوه للأديان اللي بيقعدوا يلا هات من عندك البيضة من عنا البندورة تعال نعمل الله على كيفنا غير اللي بالكتب، أنا هذا اللي أنا ضده، بس مشان أكون واضحة، لأنه في ناس ما يعني مخها للأسف خلص مولف معنا أو ضدنا، ما بيتحملوا يسمعوا لا شيء جديد ولا شيء صريح وواضح. خلينا نشوف هلأ في عالم رح يقولوا ميرنا والأب الياس ما قصدهم هذا النوع من الوحدة، قصدهم فعلا وحدة اللي تكون شاملة السلام. خلينا نشوف شو عمل الأب الياس زحلاوي كتعبير منه عن هالوحدة، كيف بحب أنها هي تكون شكلها.
طبعا كلكم تعرفوها هي طويلة، طلع على البدر علينا، وبتعرفوا كلماتها. هي طبعا احتفال بالرسول محمد، فهيك عبروا عليها بقلب الكنيسة. يعني نحن اليوم هي الكنائس اللي عم تنعمل هي مو لتمجيد الرب ولا لتعرفنا كيف نصلب كرمالنا، فهي مو غلط تتحول لهيك. يعني هلا ببلشوا فيها انه مره بالسنه ولو استكترتي علينا، بس مع الايام رح تصير وحده بتصير يومي، بنصير بنرنم التنتين سوا. هني هذا اللي عم يشتغلوا عليه، بس ما بيقدروا يعملوا فرد مره، ببلشوا فيها وحده وحده. لنقول لا مثلا فقط هي عباره عن مسايره بطقس وعباده. طب وهدول كمان عم يسايروا بلبنان؟ هاي الصليب طبعا، وهذا الكورال اللي مجمع كله. ليقولوا صلى الله عليه وسلم. تسعين اسماً، وطبعاً بيكملوا الأسماء، ما رح أخذ كتير من وقتكم. فيكم تشوفون هدول كلهم منتشرين على يوتيوب وعلى جوجل ببساطة، ففيكم تشوفون بالكنيسة تحت الصليب جمعوا شباب وصبايا مسيحيين كلهم، ربنا عطاهم أصوات ليمجدوا فيها لحتى يقولوا صلى الله عليه وسلم، أو لحتى يعدوا أسماء الله الحسنى اللي البعض منا بخالف معتقداتنا. ولكن ما عليه، ما في مشكلة، لأنه هدول أهل ذمة، ذميين، فبهمهم كتير رضا الدين الآخر عنهم. أنا ضد هذا الشيء اللي عم يصير بصراحة. هلا بتكون تزعلوا ولا ترضوا، هلا في مين بيقولوا مجرد شكليات؟ ليش هالشكليات ما بيعملوها المسلمين معكم؟ يعني ليه ما شفنا جامع من الجوامع نحط فيه صليب؟ ليه ما شفنا جامع من الجوامع طلع وقال بده ساير نعم قال المسيح هو ابن الله؟ ليه الشكليات مضطر طرف واحد هو المسيح اللي يكون ممسحة فيها بالشرق الأوسط؟ ليه؟ بدي جواب على هاي الأسئلة. هلأ رح نشوف وين وصلوا. يعني أنا عم ورجيكم بالتدريج، بلشت القصة بدعوة بسيطة لوحدة وسلام وحب وتعاون حب بعض، وصلت صار بالكنائس، تفتح الكنائس تحت الصليب يترنم بأمور مخالفة للعقيدة المسيحية. بغض النظر برجع بقولكم هذا اللايف لانه ضد المسلمين ولانه ضد الشيعة، لا سنة ولا شيعة، وإنما أنا حرة انتقد. هدول مسميين علينا كلهم رجال دين ورجال كهنة، وهدول آباء المفروض يكونوا لألنا، فأنا هدول اللي شغلي معهم، شغلي معهم معكم أساسا. خلينا نروح نشوف الياس كفوري وين وصلت فيه الوقاحة، مو جرأة لأن هي وقاحة. الحسين في نصب عين المسيح. كلمة الله هي كلمة الحق، وكلمة الحق هي منهج الإمام الحسين. كلمة الله هي كلمة الحق، وكلمة الحق ما عدو الرب يسوع هو الكلمة، لا هو منهج الإمام الحسين. كمل. في حله وترحاله هو قدر الأنبياء وأبناء الأنبياء، هو قدر من الله. اكفهرت السماء لما قتل الحسين، واكفهرت السماء لما صلب السيد المسيح. اكفهرت السماء وقت قتل الحسين، وكفهرت مثل ما عم يقول السماء، ما بعرف وين كفهرت السماء بالإنجيل، لما صلب السيد المسيح. هو بس مجرد أنه خلص نحن كلنا مثل بعض، والأنبياء بيساووا بعض. انتبهوا. وجد مكتوب في بعض كنائس الروم قبل البعثة بهذا التاريخ على حجر: يرجو معشر قتلوا حسيناً شفاعة جده يوم الحساب. اللي ما عم يسمع صوت الفيديوهات على اليوتيوب رح تسمعوه بوضوح، ورح نرفع الفيديوهات بطريقة تكون أكبر وأوضح. عم بيقول هون أيرجو معشر، قال وين لقوا هذا الكلام؟ لقوا على بكنيسة للروم، تحديدا بكنيسة للروم لقوا مكتوب هاي الآية. خلينا نسمعها عشان ما تقولوا انه عم اقولوا شيء. أيرجو معشر قتلوا حسينا شفاعة جده يوم الحساب.
وجد مكتوب في بعض كنائس الروم قبل البعثة بهذا التاريخ على حجر: يرجو معشر قتلوا حسينا شفاعة جده يوم الحساب. طب يا حجي، إذا أنت مؤمن إنه جده إله شفاعة، شو عم تعمل عنا؟ يعني ليه عم تضيع أبديتك وخلاصك؟ روح روح، خليه لحق يشفع لك، لأنه إذا إيمانك ومعتقد بيقلك إنه جد الحسين هو اللي يوم الحساب إله الشفاعة، شو عم تعمل عند المسيح؟ حوينتك يعني؟ حرام، عم تضيع حياتك وأبديتك يا رجل يا رجل. ولابس لنا التوب، أنا ما بدي أغلط لأنه لابسين توب، عرفتوا وين المشكلة؟ الشيطان بمين بيلعب؟ باللي لابسين توب، الكهنوت. طبعاً هلأ رح نشوف هذا السنة الماضية كان خبطة الموسم. اليوم إذا بتدوروا على جوجل، على يوتيوب، مبارح تفاجأت، على فيسبوك، تكتبوا المطران إلياس كفوري والحسين، ما بتلاقوا حدا غيري مجنون حاطه. يعني تخيلوا الفيسبوك كله اللي بياخد القصة وبيعمل لها ضجة، ما حدا غيري مسترجي يحطه، ما بعرف ليه، ما بعرف ليه. يعني هذا زلمة طالع على العلن عم يحكي، ونحن قلنا حق، هاي معتقداتنا، عم يقرب على معتقداتنا. يعني مع احترامي للي اليوم بده يزعل واللي بده يرضى، اللي أنا آخر همي تماماً اللي بيزعل واللي بيرضى، لأني أنا ما عم قرب على معتقداتك، ولا بسيء لأنبيائك، ولا بسيء بلفظ لقرآنك، ولا بسمح لحالي أني أنا حتى قارن ولا أعمل ولا شيء. بس هدول إساءة، مو إساءة، هدول طعن للعقيدة المسيحية، شيلة من جذورها، مو طعن لإلا بس. فمرة تانية بلشنا بميرنا الأخرس وعم تدعي للوحدة والسلام وإله آخر فلتت منا بالغلط، رحنا للأب الياس زحلاوي، لقينا أنه الوحدة اللي عم يطلبها مو بس مسيحيين، لا، العدرة بدها تلملم ولادها، وبدها مسيحيين ومسلمين وكلكم ولادها. الإسلام هن إخوة الرب يسوع عند العدرة. منشوف بالكنائس كيف صار طلع البدر علينا، وكيف صاروا يعبروا عن صلى الله عليه وسلم بالكنائس. هذا غير الكتاب المقدس اللي بتعرفوا الفيديو تبعه، ارجعوا له، اللي دخل فجأة في طبعة اسمها الترجمة العربية المشتركة بالسوق، صارت واعتمدوها وزارة التربية بسوريا، كتاب الديانة المسيحية بالمدارس مأخوذ منها الترجمة العربية المشتركة، مكتوب فيه بوضوح لا إله إلا الله. فهيك صرنا منروح للياس زحلاوي، عفوا الياس كفوري اللي كنت مفتكرته، هذا يعني أقذر كاهن بيطلع بالمسيحية وهالقد ببيعها بيرخص فيها. بتفاجأ السنة قبل يومين ثلاثة بالأربعينية، خلينا نشوف أسقف جورجيا شو عمل. انزين عارفين؟ نزل على الأرض. طبعاً مو إنه المسايرة، هتقول عم يسايرون، المسايرة بتكون كلهم بيكونوا عم يصلوا، واستحى يبقى واقف هو لو إنه مسيحي، نزل على الأرض. لا لا ليكن، يعني يا ريتهم دايسين عليك، يا ريتهم. أنا خطيتك بتحملها، هذا الكلام والإساءة لإلك أنا قدام ربنا بدي أتحمله، لأنكم أنتوا مو كهنة، هذا مو كهن للمسيح، هدول مو كهنة مسيح أبداً، هدول كهنة داجون، كهنة بعل، يا كهنة المرتفعات. يا كهنة الأصنام. نحن هاي طريقة الصلاة عنا ياها نحن؟ هيك عكاستك أشرف منك، عكاستك ما نزلت على الأرض. هون عطوه صورة الحسين، مكتوب عليها الحسين، وما اكتفوا أنه يبوسها، لا لا، بدهم يبرموها لحتى تشوفوا، خد أنت، خد شوف شو عم يبوس المطران تبعك. هن عم يعملوا جهدهم ينشروا دينهم، صحتين على قلبهم، عم يلاقوا مطارنة وبطاركة وكهنة رخاص يبيعوا برخيص، صحتين على قلبهم. ونحنا بدنا نحكي، هذا مطران جورجيا راح حب يبارك أو حب يزور أو حب يعزي، ما بعرف شو اللفظ اللي بيستعملوه،
بأربعينية الحسين، مثل ما شايفين العالم كله واقفين حده حواليه، هو جاي للتصوير، يعني هو قابض أو رخيص ببلاش، ما مشان ما حطه بزمتي، أنا ما بحب روح عطول نقول عن العالم قابضين. فراح بتشوفوا فيديوهات، بتدوروا عليه على يوتيوب بتلاقوا فيديوهات كتير، يعني شو بدي أقول لك، الحسين عنده فوق المسيح، فوق المسيح، يعني أنا بفهم الوطنية، بفهم تماماً اللحمة الوطنية، وعندي على صفحتي إخوة كتار مسلمين وشيعة وعلويين ودروز، بحبون وبيحبوني، بحترمون وبيحترموني، بس في حدود فاصلة، لا بتقرب على معتقداتي ولك مني ما أقرب على معتقداتك إذا ما تضاربت مع معتقداتي، وقتها بدك تسمح لي لأنه أنت اللي بديت. فالخواجة هون قاعد عم يركع بالأرض وعم يصوروه ويبوس صورة الحسين. شفتوا الوحدة وين؟ هلا هي هلا صرنا نشوف الوحدة بجليتها، هاي الوحدة اللي انتم كلكم عم تسعوا لها وحاطين صورة هيك العدرة بالسماء، في هلا صورة منشورة على الفيسبوك، العدرة هيك راسها بتطل من السماء كأنه الله، وكاتبة أريد منكم الوحدة. فشوفوا الوحدة على أصولها اللي وصلنا لليوم، هلا نحن بهالأيام الأخيرة، هي أيام أخيرة، هدول علامات القيامة، هذا اللي عم نشوفه اليوم. شوفوا لي هلأ هذا المطران الكارثي اللي بعد تبع جورجيا، يعني ما وقفت على واحد بايع حاله، اللي تفهموا أنه هذا منهج عام بالطوائف كلها، ما بقى كنيسة موجودة غير مباعت لإبليس، ما بقى لا روم ولا بروتستانت ولا كاثوليك، الكاثوليك من زمان، هدول هلأ جدد بلشوا كله هرهر. يعني أنا بزعل كتير على الأخوة المسلمين اللي بفوتوا بيقولوا لي إنه بدنا نتعمد على أي كنيسة تروح، فبضطر اللون أخي تعمد ولا ترجع على الكنيسة اللي تعمدت فيها، روح صلي ببيتك، ربنا بتلاقيه ببيتك أكثر من الكنائس. مع احترامي للكنائس اللي ممكن تكون قلة قليلة بعضها محافظة ومتمسكة، لأنه أنا متأكدة ما بتخلى، ولكن ما بعرفهم، أنا شخصيا ما بعرفهم. خلنا نشوف المطران أو البطرك هذا، أبو طائية واصلة للسقف. أهلا وسهلا بالعلم الحسينية المقدسة. الشعار شو مكتوب عليه؟ الإنسانية يوحدنا أو شيء من هيك، خليني بس شوف بالضبط شو مكتوب. أهلا ومرحبا. على مر الحياة وفي كل العصور منارا وإلى كل أنوارها، الإنسانية يوحدنا. طبعا الكلمة ما أنا واضحة لإلي، بس إنه بتوحدهم الإنسانية، يعني غريب ليش التوحيد الإنسانية بيتم عندكم بس ما بيتم عنا. خلنا نشوف. يا صار الإمام ليكو شايفينه؟ ما كيف تلحقك انت؟ شايفينه؟ هذا ما بعرف شو هو هذا اللباس، صراحة أنا كتير بعيدة عن المراتب الكهنوتية، بس أكيد اللي بيفهموا بالاختصاص بيعرفوه، هو مانو خوري، يعني دول الكبير تبعون. كسر ايديك طبعا. مو بس هو راكع على الارض، مركع الصليب قدام الحسين. نشوف مره ثانيه، شايفه هلا عم يلم صليبه من الارض هون. هو والصليب راكعين للحسين، اليوم المسيح معلق على الصليب، هو وآلامه ودمه وصليبه راكعين للحسين. برافو برافو. هذا مين؟ يا ريت جيبوا لي اسمه، هذا مين؟ بس مين هو المطران؟ بترك انا دورت ما لقيت له، لانه صراحه بيستحق نشوفه مره ثانيه. طبعا برجع بقول مره ثانيه، ماني ندمانه ولا على حرف، هدول كهنه بعل، هدول مو كهنه للرب، عشان ما حدا يقول ما بتقربوا على مسحاء ربنا، كهنه هدول مو مسحاء، هدول المسحاء الكذبه، هدول الكهنه الكذبه، هدول بكل بساطه اللي رح يجي يوم يقفوا يتخبوا بالجبال والصخور، هن والملوك والشيوخ
واللي دافعين لهم واللي مقبضين لهم ليقولوا للصخور اسقطي علينا ونجينا من غضب الجالس على العرش. وجاي غضبه، جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ بدنا نشوف كيف بدكم توقفوا قدام ربنا، بأي عين بدك توقف أنت اللي ركعت صليبه على الأرض؟ ليكو اللي قبلك، الحج اللي قبلك شو هو هذا أسقف جورجيا؟ خلى عصايته مجرد عصاية خشبة مستكة لواحد وركع هو، نقبر لحاله، بده يكون ممسحة عمل ممسحة لحاله. ليه منزل صليبك معك على الأرض؟ ليه؟ كناية عن شو؟ أنت قابض يمكن الطبجة الكبيرة. ما هو الياس كفوري طلع قارن دم الحسين بدم المسيح وشبههم ببعض ومشيت القصة لهون، وقبض اللي فيه بالنصيب أو حافظ على كرسي. لقلقة ممكن تكون مجرد لقلقة، أو يعني نحن في إلى تفسيرات إيمانية عنا. أسقف جورجيا راح ركع هو مستك عصايته ونزل أخذ له كم ركعة ما بعرف منين جايبه، وركع منتظمة يعني، عرفت هالقد هو حاببهم. شو عم يعملوا عنا هدول المطارنة والبطاركي؟ أنا ما عم بفهم هدول المطارنة والبطاركة والكهنة شو عم يعملوا بالإيمان المسيحي. يا عمي أنت إذا شايف الحسين وعلي بن أبي طالب ومحمد وشايفهم هدول هن الشفاعة والنبوة والدين، لك روح روح الله يلعننا إذا منكتب عنك حرف عاطل. ليك اللي قالوا عنا اللي صارت مسلمة هاي المغنية العالمية، حطينا قصتها، لا قلنا الله لا يردها، لا قلنا عنا ما بتسوى، لا لفظنا ألفاظ وسخة ولا شيء، قلنا لهم تتهنوا، باركت لهم فيها. يومين ثلاثة رجعت قالت لهم ما عجبني الجو. شوف بابا الفاتيكان قبل ما خلص، لحتى تفهموا أنه الوحدة ما أنا مقتصرة على إسلام ومسيحية، وما أنا القصة أنه هدول مجبورين سواء قابضين مصاري هن الخاص أو سواء عم يحافظوا على كراسيون، أو بالوطن العربي المفروض يكون هيك كونه المسيحية أقلية فلازم يكونوا زميين أهل زمة لحتى يقدروا يعيشوا. لتشوفوا بابا الفاتيكان اللي هو برا بروما المانو مضطر يلقلق لحدا، خلنا نشوف سوا شو عامل. هون بابا الفاتيكان بابا فرانسيس فايت، شايفين هذا الإله تبعهم، مدري شو هو هذا، سعدان عفريت جني، صدقا ما قدرت أعرف، بس خلنا نشوف بابا الفاتيكان شو رح يعمل له. ركع ركع طبعا مثل ما شايفين ركع لهدول، ما بعرف شو هن بالضبط صدقا الآلهة تبع هدول. ركع بابا الفاتيكان كله ركع، كله بده يركع آخر الأيام. هون خلص من دوليك العبدة العفاريت، إجا لعند بوزة. لو هون في ركوع كان ركع طبعا، بس هون يعني الله رحمه ما في ركوع، الله طبعا رحمه. خلص خلينا نشوف وين راح كمان يركع ويصلي. كمان بالجامع، فهدول المطارن طالعين، انتو مين حد البابا؟ بابا الفاتيكان قبلكم راح يركع على سجادة صلاة.
بيقول الرب إله الجنود، بيقول الأبن يكرم أباه والعبد يكرم سيده، بيقول إن كنت أنا أبا، ربنا بيقول إن كنت أنا أبا فأين كرامتي، وإن كنت سيدا فأين هيبتي؟ قال لكم رب الجنود أيها الكهنة المحتقرون اسمي، أيها الكهنة المحتقرون اسم الرب. شو يعني قدي أبطوا؟ ولا أنتم الأساس معينين من الشيطان على كنايسنا؟ لأنه أنا متأكدة ما في قبض أبداً، يعني ولا مصلحة أرضية ممكن تذل حدا بمقدار كون هالقد. بيقول إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تبعد، هيك بيقول مزمور 49، إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تبعد. ربنا حطهم بكرامة معينة، سمح لهم يكونوا بمناصب معينة، ولكن هن رفضوا. قديما كانوا الكهنة ليقدروا يفوتوا لبيت الرب، مو عطول بيقدروا يفوتوا، كان السحاب يغيم ببيت الرب، الكهنة ما يقدروا يفوتوا. اليوم ما في لا مجد الرب بكنايسكن ولا سحابه بكنايسكن، انتوا اساسا كهنة داجون، كهنة بعل، كهنة اصنام ومرتفعات، انتوا كهنة الوحدة، انتوا ببساطة كهنة الوحدة، هاي الوحدة اللي حابينها. بشوفكم على الفيسبوك كلكم الوحدة عم تطالبوا فيها والسلام. في خوارنة اليوم طالعين مخصصين للحب والسلام، يعني بتفوت على صفحة خوري معين ما بدي أذكر اسمه، بتلاقي حب حب حب، بوستاته كلها حاطت صورة المسيح بس الكلام كله عن الحب، هو بيعبد الحب. هون في كهنة بيعبدوا الوحدة، في كهنة بيعبدوا السلام حر. فاليوم هذا الشيء الموجود برؤيا يوحنا، اللي الناس اللي بيصعب عليهم تفسير رؤيا يوحنا، بيقول عن الشيطان يضل الساكنين على الأرض، سيضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش، قائلا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورا للوحش الذي كان به جرح السيف وعاش. أعطي الوحش فمن يتكلم بعظائم وتجاديف، وأعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم، وأعطي سلطانا على كل قبيلة وكل لسان وكل أمة، سيسجدون مثل ما عم نشوف له جميع الساكنين على الأرض. فاللي عم يعملوه هو شيء ربنا منبهنا عنه من أكثر من 2000 سنة، بإشعياء النبوءات عنه، وبيوحنا برؤيا يوحنا النبوءات عنه. ولكن منحزن على نفوس عم ياخذوها للهلاك، إبليس عم يستعمل مراتب عليا، ما عم يستعمل ناس بسطة من جماعة اللي ممكن يكون مثلا عندهم 100,000 متابع أو 200,000، لا لا لا، هدول بالملايين الأفواج وراهم، ما بقى في عنده وقت طويل، ما بقى عنده وقت طويل على الأرض ليضل إن أمكن حتى المختارين. طبعا بوعدكم برجع مره ثانيه، هل في واحد اسمه ميلاد شو عم يكتب؟ انه بتعتبري حالك فهماني والكل غبي؟ مثلا اذا انت فهمان طيب عود اركع وسجود وشكر ربك، طلعت انت من اللي بيفهمه. اذا ما انك فهمان فهم، لانه قدام ربنا كل مين عم يحضرني اليوم انا يعني بريئه من دمك، وصلت لك شو اللي عم بيصير، ساعتك عم تتبع الوحدة، فأنت اللي بدك تتحمل يوم الحساب مو أنا. بكل الأحوال منرجع بقول هذا اللي عم بعمله مو تحريض على الكهنة ولا على رجال الدين، تركونه وإنما لا تتبعون من اليوم ورايح، كل يوم عنده بيته، كل يوم كل حدا فينا بيقول أنا لحبيبي وحبيبي إلي، وكل مين أخذ هالحبيب لبيت أمي ما عاد نروح لعنده على بيته، مضطرين نجيب الرب على بيتنا ونصلي له ببيتنا، لأنه ببيته بيوته تحولت مثل ما نكون شايفين، تحولت إما لصلى الله عليه وسلم أو للعفاريت اللي عم يركع لهم بابا الفاتيكان أو لبودا، أو رح تشوفوا كتير لسه جاي أعظم، ورح تشوفوا كتير منكم رح يشوف وفي منكم ما رح يشوف، في منكم صعب يشوف لأنه هو أساساً بهداك العالم، هو بعالم الشيطان.
بكل الأحوال برجع بكرر بالأخير، اللايف هذا ما هو ضد الشيعة ولا ضد الأمور اللي بتعملوها، وإنما ضد كل كاهن من هدول أهل الذمة، ضد كل مسيحي معتبر حاله ذمي، إنه هو بحماية عايش بحماية المسلمين، مع أنه حتى هي أهل الذمة هي عبارة عن انتقاص من الكرامة ومن الوطنية ومن المساواة بالوطن اللي المفروض نتمتع فيها، نكون كلنا مثل بعض، ما يكون في حدا ذمي تحت حدا. ما نفس الرسول محمد راح تخبى عند الملك الحبشي، ما قلنا عنه ذمي وأنه حمى من القتل، صح؟ فهي إذا بدك تقول أنه أنتوا حامينا، ولكن مصطلح ذمي هو مصطلح ينقص من قدر أخوك بالوطن، فهون تقدروا تفهموا مين الطائفي، مين اللي بده يدوس على كرامة مين. إذا رفع صوتنا بيقولوا عننا نحن طائفيين، إذا طلعنا صوت أو قلنا مجرد لا منصير بيكونوا جاهزين طائفيين مدفوع أجركم. وهدول مين؟ هدول مين اللي ورجيتكم ياهن؟ هذا اللي سجد هو وصليبه، مين هذا؟ مين اللي سمح لك تنزل تنكس الصليب يسجد للحسين؟ طبعا الشيعة رح يسبوني، بدهم يكونوا فرحانين بالقصة اللي أنا قاعدة عم بكشفها هلا، بدون ما يحطوا حالهم محلنا. خلي حدا من شيوخ الشيعة يجيب صورة الحسين ويركعها قدام صليب، خلي حدا من المسلمين السنة بالجوامع تبعهم يرفع صليب. ليه يعني؟ إذا بدك أنت تقول وحدة، حتى الوحدة منقوصة، حتى هي وحدة ذليلة، هي وحدة يعني هي عبارة فعلا عن تمسيح صرامي بكل معنى الكلمة. ربنا يسامحكم ويصطفل فيكم، لأنه أنتوا المؤمنين على خرافه، وأنتوا اللي ضيعتوا كتار. وصلت هي الرسالة، وطبعاً رح تشوفوا مثلها كتير بالأيام الجاية، لأنه نحن برجع بقول هاي بداية الأيام الأخيرة، ما حدا بيعرف ميعاد نهاية العالم وقدوم رب المجد، ولكن هدول الخونة يهوذات هذا العصر، كهنة الكهنة اللي صلبوا رب المجد وعم يصلبوه مرتين، وما عنده مشكلة يصلبوه كل لحظة من حياتهم مقابل كرسيهم، مقابل مصاري يقبضوها، مقابل مجرد هن أذلاء للإله اللي بيعبدوه هن. هذا الإله المشترك اللي عم يعملوه، شايفين شكله شو حلو؟ شايفين هذا الخليط من بودا على اللي بيعبدوا العفاريت، على اللي بيعبدوا على المسلمين، على كل هاي الأديان، هاي الوحدة المزمع عقدة للي بيحبوا هذا النوع من الوحدات. ربنا ينجينا وينجيكم من هذا الوحدة ومن هذا السلام.